احنا وصلنا للحصن الاسباني في بنزرت، ما زلنا ما خرجناش من بنزرت، وصلنا للبقعه اخرى حلوه حلوه برشا. الحصن الاسباني سي لو فور ديسباني اللي هو ورايا. حاجة روعة حلوة حلوة برشا، يلزمكم من مرة وقت تجيو البنزرت تزوروها. ايش باش نطيبوا؟ باش نطيبوا حاجة عتيقة نتاع بنزرت اللي هي النجارة، تو نشوفوها من بعد، وباش نطيبوا سرة بالفاكهة. شوفوا بعضنا في الكوجينة المتنقلة، يلا. احنا موجودين في المطبخ المتجول كما العادة على الوطنية 2، ونزيد نذكركم حاجة اللي باثنين نشوفوا خير. شدوها في مخاكم. باهي، اليوم كما قلت لكم حنا نجارة باش نطيبوها، نجارة بنزرت، وباش نطيبوا السرة بالفاكية. باش نبداو بالنجارة، نشوفوا مقاديرها على الشاشة ونرجعوا لكم. نجارة بنزرت بالدجاج، لهذا نستحقوا رطل نجارة، دجاجة، 10 سنتيلتر زيت زيتونة، بصلتين، مغرفة هريسة، مغرفة فلفل زينة، زوز كعبات طماطم شايحة، مغرفة طماطم معجونة، ملح، نص مغرفة كركم، 6 قرون فلفل، رطل قراع، كاس حمص منفخ، ونتعداو للمنيو. شفنا مقادير النجارة على الشاشة، توا باش نبداو نحضروها. أنا باش نحضرها سيباريمون، معناها النجارة وحدها باش تطيب بالبخار، والمرقة باش نطيبها وحدها باش نشوفوها خير على الكاميرا. سينو عنا المقفول والكسكاس ونجموا نحضروها الكل مع بعضها. باهي، صبينا الزيت وباش نحطوا فيه شوية بصل. البصل اللي تشتاش. باش نقصوا شوية فوالا، ونحطوا الدجاج اللي اخترناه هنا. اخترنا البيلون تاع الدجاج، بيلون دجاج يكون راسيوني، تنجم تاخذوا فخاذ دجاج، تنجم دجاجة كاملة تقسموها على 4 على 6 على 8 كيما تحبوا أنتم، وتحطوها كيما تشتهيوا. أما احنا باش نعملوا إنجارة بالدجاج. إذا نحمروا الدجاج كيما يلزم، نحطوا الطماطم معجونة ونقليوها مع الدجاج، الصوص نتاع النجارة باش تكون خاذرة شوية أكثر من الصوص نتاع الكسكسي، ماهيش هي بيدها قد. نزيدوا على هذا شوية طماطم شايحة، تبننا كالطماطم الأخرى، شوية فلفل زينة، أنا نحط الهريسة، أخويا نحط الهريسة، أنا حب الهريسة ونحط الهريسة، عطينا الهريسة. باهي، نصبوا شوية ثوم زادة، يفوح الثوم، نصبوا الحمص، دوروا كل هذا بينا الفلفل زينة، ما خليوش يتقلى برشا، ما كانش يتحرق.
تصبوا توا صبلوا له الماء شويه بركة هكا ونخليوه يغلي يتحل كانه يتقلى. القليه الاولى هذه تسمى القليه الثانيه اللي زومبه خاطر الاولى تخليوها تزيد تطلع وتغلي شويه تبقبق شويه ومن بعد نمرقوا نغموا ونخليوه كل شيء يطيب مع بعض. توا نغموا الدجاج بالماء هكا ونخليوها تغلي حتى تقر زيتها، لكن انا حبيت ان نفوحوا بشويه تابل على خاطر الدجاج والتابل يمشي مع بعضه، نفوحوا بشويه تابل باش يعطي نكهه بنينه للمرقه على خاطر هذا الدجاج. وكان جاء علوش نقول لكم اما هذا الدجاج يلزم هكا. باهي انا حبيت نقول لكم حاجه اللي أكثرية الوقت ما نعرفش في الكسكسي والواحد ولاو يقليوا الفلفل ويحطوه في كل فلفل. أنا مانيش موافق بهذا. هو الفلفل تعملوا له ضربة بالسكينة هكا من هنا وتحطوا له شوية ملح في وسطه، تضربوه بالسكينة هكا وتحطوا شوية ملح في وسطه هكا تملاوه بالملح وتخليوه يتقلى من الأول مع اللحم ومن بعد تجبدوه. أنا أتذكر وقتي صغير كنت نرجع من المكتب امي ما زالت كيف حطت العشاء وقليت الفلفل، ناخذ لها الفلفل نحطه في الخبز ونعمل كسكروت به وبنين بنين برشا. ولذا انا ننصحكم باش في التقليه تحطوا الفلفل في وسط الواحد وبعد تنحيوه، مش تقليوه وتحطوه فوق الكرسي غلط، ولا في النجاره ولا اي حاجه كانت. باهي احنا مازال كان باش نخليه هذايا يهز الغليه نتاعو ويقر زيتو في الاخر وقت في وسط في شطر الترتيب نزيدوا القرع خاطر نستناو حتى الحمص والدجاج يطيب. توا باش نتلهاو بالنجارة، النجارة اللي هي موجودة هنا. النجارة معمولة باليد. النجارة ألور النجارة سي دي بات فين معمولين باليد، يتحل العجين يتحل ويتلوى ويتقص بالسكينه جويد جويد. وفما شكون من بعد باش يجي يفسر لنا كيفاش النجاره تتصنع. هذه يسميوها نجاره، علاش؟ على خاطر تشبه النجاره اللي من عند النجار، سي نورمال اللي اسمها هكا. وبنينه برشا العجين هذايا، طرموندي معموله مقرونه ديفيرونت فاز ديفيرونت فورم سامحني. ولذا هكا نحلوها شويه نهويوها نهويوها ومن بعد نملحوها شويه، بالرغم اللي هي ديجا في العجين فما ملح، مي كمان نحطوا شويه ملح ونحطوا الزيت اكزاكتومون كيما النواصر اكزاكتومون كيما النواصر. صبوا الزيت ونخلطوا حطوها الكل هكا حطوها في الكسكاس هكا دونك. حطينا انجارة مع شوية ملح وزيت اكهو ما فماش ماء، وهذه معناها كلها ملهوثة بالزيت باش نحطوها فوق البخار باش تطيب بالبخار. انجارة ما تسحقش برشا وقت، 10 دقائق ماكسيموم وتطيب على خاطر سي دي بات فريش، ولي بات فريش فيسع يطيبوا. دونك نحسبوا لها 10 دقائق
من جهه اخرى الصوص قاعده تغلي رويدا رويدا كما قال الاخر، فهمتني؟ ونرجع توا نشوفوا السره بالفاكهه، نشوفوا مقاديرها على الشاشه ونرجع لكم. سرة بالفاكية لهذا نستحقه 6 ورقات بريك، 50 غرام بيستاش، 50 غرام لوز، 50 غرام جوزة، 50 غرام بوفريوا، عظمتين، 100 غرام سكر محور، شوية ملح، شوية زبدة. شفنا مقادير السرة بالفاكية على الشاشة، توا باش نرجعوا نعملوهم. خذينا البريك ورقي بريك باش نقصوهم اون لانيير هكا جراير بالمقص احسن حاجة. كملوا فصوا الوراق هكا، دونك الجراير يكونوا هكا أعراض شوية ما بيانسور باش نجمو كونوا السرة متاعنا. أنا سبقتكم وقصيت شوية حطيته هنا باش ميشيحش، نعملوا أوريقة أخرى للديمونستراسيون. خديت اخترت البريك اندستريال على خاطر جويد ويقعد يتقرمش من بعد. قصوه هكا، هذه هي الأخرى. باه تري بيان، خبيوها كيف كيف، حطوها على جهة. توا باش نخدمو الحشو نتاعنا، الحشو نتاعنا اللي هو أول حاجة باش نحضرو الماكينة اللي باش نركبو بها، هي موجودة هنا. باش ناخذو العظم نفرقوا الابيض من الاصفر هكا، حشنا كان بالابيض نتاع العظم. هذا باش نركضوا الابيض نتاع العظم. ايوا توا ركضوا خليو الابيض حتى يولي فريمون، وقت تقلب البول ما يتيحش. ونصيحه نقولها لكم اللي ماذا بينا العظم ما يكونش يخرج من الفريجيدير، يلزمو ياخو تمبيراتور دو الامبيونس باش يكون يطلع الابيض يطلع بالكدا. ناخذوا شويه سكر محور ونحطوه ونواصلوا التخليط نتاعنا.
جوست شويه ملح في الابيض تاع العظم، شويه معنا كمسا، نواصلوا. الماكينه تعمل برشا حسمه لوزمو، ممكن الصوت نتاعي مش هو في الميكرو، لكن بون كل شيء تفهم. فوالا شفتوا، حتى شيء ما يهبط، بلون البلون مريقل. باه توا باش ناخذوا، الور انا سبقتكم بالحديث وقلت لكم اللي فما الفاكهه في المقادير، فما الفاكهه، فما اللوز والجوزه والبوفريوا والبيستاج وكل شيء. باش نحطوا كميه في وسط العظم ونخلطوا. هكا نزيدوه شويه، خلطوا كل شويه بشويه، وديما المغرفه من اللوطه الفوق باش العظم نتاعنا ما يتيحش. هكا دونك الابيض نتاع العظم خلطناه ركبناه، حطينا شويه ملح وحطينا شويه سكر محور معاه، وفي الاخر فما الفاكهه المخلطه فيها بوفريوا ولوز وجوزه وبيستاش وانسي تسويت. خليو دو كوتي، توا باش نخدمو البريك نتاعنا هذايا ما عادش حاشنا بيه. اي فوالا، نخدمو البريك نتاعنا، قربوه لهنا اللي قسيناهم، البريكات اللي قسيناهم نخدموهم. كيفاش نخدموهم؟ باش نحطوهم هكا، شفتوا وقت حطيناهم في القماش ما شاحوش خاطر الهواء برشا، وندهنوهم شويه زبده فوندو. هكا الزبده ماذا بينا من جهتين، نعملوا الجهه الاولى وبعد نقلبوا الجهه الثانيه. هذا باش يعمل دورير. الكوشه نتاعنا سخونه 180 غرادو، باش نحطوا البريك نتاعنا في المول ونعبيوه ونسكروا عليه. اي فوالا، باه المول، خذيت المول هذا، تنجمو تاخذوا المول نتاع الكيك الصغير، تنجمو تعملوا سيليكون، سورتو المول سيليكون هكا، ونحطوا الاوراق البريك اون كروازمون هكا، الاولاني والاخر هكا اون كروا بلوس، معناها عملنا بلوس بالحكايه هكا والاخر هكا. فوالا، نزيد واحدة أخرى هكا والأخرى هكا. باهي، ناخذو الحشو نتاعنا نحطوه، نعاونو مغرفة أخرى أحسن ونسكر عليه، نسكره هكا. ولا 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 سكروا هكا. شفتوا قاعدين تشوفوا التسكير كيفاش يصير، واحد اثنين ثلاثة وأربعة. نزيدو نحطوا شوية زبدة من فوق باش نسكر عليها. فوالا هكا هكا ولا قاعدين نتبعوا مو ايواش. هذا مثال من الامثله، تو نواصلوا واحنا باش نعملوا، اما مثال اللي يكون هنا مثال باش نزيدوا، واحنا نحطوا دوتر
عقود أخرى سرات أخرين ومش نحطوهم في الكوشة 180 درجة. هكا كملنا السادسة. أيوة توا مش نحطوها في الكوشة 180 درجة، خليها في عقلها تمشي. شوفوا 180 درجة ولا يلا هذه 180 توا باش نمشيو ونشوفوا النواصل الانجارة متاعنا وين وصلت. النواصل والانجارة كيف كيف هما، لكن باش نشوفوهم وين وصلوا باش نحطوا القرعة في الصوص. هنشوفوا الصوص. يا نعيم يا نعيم، ها هايلة، قريب تقف على زيتها ولا وقفت ديجا على زيتها؟ مازال باش نحطوا القرع. القرع هي تيتيس على خاطر. واش نعاودوا نغطيو هذا ونخليوه في عقله يتيب شويه بشويه. خلينا نعملوا طلع على النجاره نتاعنا. سيي هايله هايله هايله. توا لازمنا نهبطوها النجاره هذيه ترتاح حتى نوصلوا معناها الصوص والقرع يتيب. انا سبقتكم وعملت سيرو. السيرو هذايا فيه زوز كيسان سكر وزوز كيسان ونص ماء وشويه قارص، خليتهم يغليو باش عملت ان سيرو بنين برشا اللي موجود هنا. السيرو هذا الواش، قولي لي الواش. السره بالفاكهه وقت باش تخرج من الكوشه باش نسقيوها بشويه سيرو من فوق باش تكون بنينه وتتقرمش وحلوه. اذا تو مازال كان باش نسقيو النجاره نتاعنا ونخرجوا السره من الكوشه وناكلوا بالشفاء. هكا حضرت النظارة زينا الصحنات متاعنا ومازلنا في بنزرت ومازلنا في الحصن متاع الاسبانيول الفور اسبانيول. وعندنا ضيفة معنا، عندنا ضيفة. اهلا وسهلا بيك، مرحبا. مرحبا، تقدم لنا روحك. انا سامية بالكاهية نشرف بنزرت. نشرفوا، مرحبا بك. اهلا وسهلا مدام سامية، جبت لنا برشا حاجات مهمين هنا. نعم، تيبيكمون نتاع بنزرت. ايوه لو تفسر لنا شنو نبداو من هنا واحنا دايرين، لو تفسر لنا شنو هذا؟ نقولوا له احنا قد خميره. قد خميره ويتعمل كان مالح ويتعمل كي الحلالم ولا فما ماكينه تعمل؟ لا بيدينا. انا كي الحلالم. كي الحلالم اجد من الحلالم. أوه خدمه. صعيب برشا قد خميره. صعيب، اصعب من تليتلو. عندنا تليتلو بعد نتعداو. هذه رشته معروفه. رشته هذه رشته نواصر، يعني نواصر. الجمهوريه التونسيه معروفه الناس الكل يعملوا. هذه زاد سبيسيالمون هذه خصها نتاع بنزرت. اش اسمه هذا؟ هذاك اسمه تليتلو. احنا ما نكون مني انا اسمي رفيق تليتلي. تليتلو هكاك مش تليتلو راهو تليتلو. اي يتقرب يتعمل باليدين. يتعمل باليد. وهذه؟ هذه زاد مقرونه نتاع دار نقولوا. مقرونه نتاع دار. نعملوها بالسمار. بالسمار معناها تاخذ ترفع جين. تعجين. تحط السماره في وسطه. ايوه. وتمشيها هكا. وتمشيها هكا على يديك هكا ومن بعد تسلتها هكا. تسلتها وتحطها. تسلت السماره معناها. تسلت السماره وتحطها على الدخلاني معناها رولي. رولي ومنقوبة. أيوة فهمت كيفاش؟ وتحطها على الغربال تشيح. وكان نقول لك حاجة، في سيسيليا موجودة كيف كيف يعملوها.
ومنقوبه هكاك. منقوبه هكاك يعملوها بسماره ولا طرف باجيه، مش باجيه، سفود زجوي. احنا بسماره، سمار نتاعنا العربي. معناها التكنيك هي بيدها. نتعداو للاخرى. هذايا زاد تاع بنزرت نقولوا له تلشت. تلشت. هذا تلشت هذه. كاين فطيره راهي. اي العجينه نتاع فطيره. ايوه. باش نعملوا العجينه نتاع فطيره. ايوه. كيف كيف يعني. أيوة. حاجه حلوه. معناها تحل البات. لا احنا تهز بلوش خاطر جاريه. داكور. تهز بلوش وزيت يا حماي. اي لكن وقت تهز بلوش مخلط دقله وعجينه. لا لا لا، هاني نقول لك. فسر لنا. هاني نقول لك. تهز بلوش وتحط في الزيت حامي كيما باش تعمل. أيوة. تعمل الفطيره. أيوة. وتتاليه هكا. معناها كانك باش تعمل كريب. صحيح. أيوة. اكزاكتومون. كانك باش تعمل كريب. من بعد تهز الوحده التمر الدقله وترشقها ترشقها هكا ترشقها ترشقها وهي قاعده تطيب فهمت. وبعد زيد شويه بلوش وتضغطي هيك التمر هذيك باش ما يتحرقش. وبعد تقلبها 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 ويطيب. وتقصها تقصها احنا نقصوها على اربعه هذه مقصوصه على اثنين. تقصها على اربعه وتهزها. والسكر لازم محور مش مش اي مش ملحي محور محور يعني سكر جلاس. سكر جلاس. ايوه. وتضر وهذو من كل عادات عادات بنزرت تيبيك ما بنزرت. طلعنا على برشا حاجات حلوين في بنزرت في صوف العجين هذوما فريمون انتريسونت. وكلهم يطيبوا بالبخار هذوما الا هذه. هذه في الماء. هذه في الماء. والاخرين بالبخار كيما كيما الرشته كيما الروز كيما الكسكسي تفور. انا طيبت حاجه بنزرتيه اللي هي نجاره. طيبتها لكن طيبتها بالدجاج مش بالعلوش. اي لا تيب لا تيب هي حتى بالعصبانه زاد نطيبوها. طيبوها بالعصبانه عندك هي وهذيك زاد النواصر. اذا عملنا دونك النجاره عملناها بالزيت وشويه ملح وفورناها وفورناها ومن جهه اخرى طيبنا صوص تكون خاثره شويه. صحيح. تكون خاثره كيما تقرب للمكرونه هكاك. صحيح. وسقينا بها النجاره هذيا الصوص فيها الحمص والدجاج والقرع والطماطم الشايحة. عملنا طماطم شايحة وطماطم معجونة وفلفل اللي قليناه من اللون وحطيناه على جهة أعطى نكهة للصوص. شكون خير منا في العصافر يزقسقوا في الديوالات؟ سمعت العصافر يزقسقوا؟ قاعدة نسمع. فرحين بينا هذوما. هذيا زاد راهو نعملوها حلوة. اها اي اي نعملوها حلوة قولوا لها رفيسة. رفيسة. نعملوها بالتمر زادة. نفوروها وفي الكسكاس تحط زادة تمر هكاك وزيد تحط عليها النجارة وتفورها وتعملها بالزبدة ولا بزيت زيتونة زادة نتاع حاجة حلوة. من جهة أخرى من جهة أخرى عملنا ديسير اللي هو سميته سرة بالفاكهة اللي هي تاخو ورقي بريك طويل هكا ملصوقة تقصهم تحطهم اون كروا في الريحه من فينا اليوم مثال شيء وتحضر تركز الابيض نتاع العظم وفما فاكهه مخلطه فاكهه مخلطه تحطها في الابيض نتاع العظم معاها شويه سكر محور وتعبي اكل الكروا هذيك تعبيها في الفورمه تعبيها بالخليط هذايا وتسكر وتسكر وتحط في الكوشه 180 درجه ربع ساعه ويطلع هكا سره بالفاكهه زيناها بشويه دلاع وشويه نعناع باش تعطي منظر العين تاكل قبل. اذا بارك الله فيك لساميه اللي جيت بحذانا ووريتنا شنو اللي عندكم في بنزرت. انا مازالي كان باش نعطيكم موعد غدوه ان شاء الله في نفس الوقت. نقول لكم شاهي طيبه كما العاده والعوايد ونقول لكم الى اللقاء.